ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده على الاشياء السارة اللي تخص النص الثاني لعام 2022 لاصحاب برج الجوزاء. برج الجوزاء بالنسبه لنا احنا بالفعل عندنا اشياء سارة عديده جدا ليها علاقه بالنص الثاني لعام 2022. بنبدا ان احنا نتقابل مع الاشياء السارة دي من امتى؟ من النص الثاني من شهر يونيو. هيكون عندنا تغيرات عديده كتير لما يكون كوكب عطارد موجود ببرج الجوزاء وينتقل كوكب الزهره لبرج الجوزاء، وكمان فتره المريخ انها تكون موجوده ببرج الجوزاء. من بدايه الفتره دي فيما بعد انتقالهم للابراج اللي بعد كده هيبقى عندنا وقت كتير افضل، عندنا تحسن افضل، عندنا كاننا بنصعد سلم، يعني كانك بتخرج من حاله ازمه الى حاله انفراج، الى بدايات، الى تقدم بمعنى اصح. فبرج الجوزاء اقدر اقول ان احنا عندنا في انفراجات وعده انفراجات هتكون متواجده في الفتره المقبله. طيب بالنسبه لنا كمان في حاجه تانية هتكون مهمه كتير، وهي ان احنا هيكون عندنا اجواء ليها علاقه بطاقه عاليه. يعني ايه؟ يعني انت احيانا كده بيجي لك وقت تبقى عايز تبقى توصل وتحقق وطموح عالي جدا، وفي نفس الوقت ما عنديش الطاقه القويه اللي تخليني اني اقدر اعافر او اني اقدر اوصل او اني احقق. لكن بالفعل يا برج الجوزاء احنا هيكون عندنا الطاقة الأمثل أو الأقوى من خلال أو في خلال الفترة اللي هي ليها علاقة بآخر يوليو. هيبقى عندنا شهر يونيو وآخر يوليو بالنسبة لك الفترة دي هتكون فيها طاقة كتير قوية عند برج الجوزاء، ويكتمل الأمر بالنسبة لك لحد آخر شهر أكتوبر. هيبقى فيه أجواء خاصة بطاقة عالية، يعني انت عندك اللي هو فكرة التسرع او السرعة في الوصول، عايز تحقق اكتر، عايز تنجز اكتر، عندك كتير من النجاحات اللي عايز ان انت تبرز تقدم فيها كتير قوي. طيب اذا عندك طاقة كتير عالية في الفترة دي، ده بسبب انتقال المريخ، لما المريخ كمان يكون موجود عندك. طيب احنا كمان خلوني اقول لكم الفترات الافضل ايه في البداية. احنا عندنا شهر يونيو هيبقى حلو كتير جدا جدا النص التاني في الاجواء المهنية والتحسن المهني جدا جدا، وهيكون عندنا عروض ومور، اقدر اقول بالفعل بداية انفراجات مهنية ومالية. بعد كده بيتحول لنا الأمر لانفراجات عاطفية على شهر يوليو. من بداية شهر يوليو هتلاقي إن في انفراجات عاطفية عديدة جدا، هتحسها من أواخر يونيو طبعا. بالنسبة لك شهر أكتوبر رائع جدا جدا، لأن عندك كتير بدايات وعندك كتير خطوات هتبقى قد إيه رائعة ومتميزة. هيبقى عندنا أخبار جيدة كتير يا برج الجوزاء، أقدر أقول إن إحنا بالفعل عندنا خطوة انتقالية في شهر أكتوبر، في بداية أكتوبر خطوة انتقالية مهمة جدا. فده يا برج الجوزاء هيكون عندنا كتير من الأمور الإيجابية. حددت لكم الفترات اللي هتكون فيها وقت أفضل وعندنا بدايات كتير هتكون سعيدة جدا. فإذا بدايات رائعة، تميز هايل كتير، الفترات وضحناها، وضحت لكم الطاقة عندنا هتبقى عاملة ازاي وفترات الطاقة الأعلى أو إن احنا نكون في عز طاقتنا ده إمتى. طيب في نقطة تانية كتير مهمة قوي، وهي ان يا برج الجوزاء كوكب المشتري موجود ببرج الحمل، ده المنزل ال11 بالنسبه لنا. يعني ايه؟ يعني احنا هيكون عندنا يا برج الجوزاء اشخاص كتير بيساعدونا وبيدعمونا، برغم ان انتوا عندكم احقاد كتير وبرغم ان احنا عندنا اشخاص يكيدوا لينا بقدر كتير قوي، الا ان يا برج الجوزاء هيبقى بالفعل في اشخاص بيدعموك. يعني عندك الجانب السيء او الجانب اللي مش لذيذ، لكن عندك كمان الجانب الايجابي جدا جدا يا برج الجوزاء من اشخاص يدعموك، سواء يدعموك في قرارات، يدعموك في نصيحه، يدعموك في بعض الاوراق او الالتزامات الماليه او الالتزامات القانونيه الى اخره. فاذا انت عندك اشخاص بيساعدوك في امور مهمه جدا في حياتك. النقطة الثانية، في الوضع المهني هتلاقي ان في اصدقاء كتير بيعرضوا عليك عروض مهنية. فاذا الوضع المهني فيه تحسن ليه علاقة او بالمقابل من احد الاصدقاء. طيب برج الجوزاء، لما نيجي نتكلم على الاجواء الخاصة بنقطة نقطة، يعني نبدأ بالوضع المهني. الوضع المهني بالنسبة لنا احنا هيكون عندنا فيه تحسن رائع كتير في الشأن المهني، لان هيكون عندنا خروج من عدة ازمات مهنية، بداية تقدم في الشأن المهني او بداية
عروض مهنية أو بداية عمل جديد أو بداية لإدارة مهنية جديدة أو أسلوب أو تكتيك جديد في الأمور المهنية. طيب بالنسبة لي حاجة تانية مهمة جدا يا برج الجوزاء، وهي إن هيكون عندنا أجواء متعلقة شوية بالأمور المهنية في عندك، زي الناس اللي هتبتدي مشروع، حاجة ليها علاقة باستثمار أو عقارات، أمور ليها علاقة بإدارات مالية، هيبقى في مكسب كتير قوي لينا. يعني النقطة دي بالمقابل ليها للشأن المالي هيبقى في تحسن مالي هايل جدا، والناس بالفعل اللي هي بتشتغل في حاجة ليها علاقة باستثمار، ليها علاقة بعقارات، ليها علاقة بأمور تجارية، هيكون عندنا مكسب هايل جدا جدا يا برج الجوزاء، ويحقق إضافة مالية هايلة كتير لينا. في حاجة ممكن تكون معروضة علينا بسعر مغري، ممكن يكون حاجة معروض عليك فيها مكسب، يعني حاجة تستثمر فيها يبقى فيها مكسب. فإذا هيكون في الأجواء دي متعلقة لبرج الجوزاء خلال النص الثاني جدا، فإذا الوضع المالي هيبقى في تحسن حلو كتير، خاصة إن هيكون كتير من أصحاب برج الجوزاء عندهم أمور قانونية، في أمور قضائية أو حاجة متعلقة بمشاكل أو اختلافات، فيكون عندنا انتصار قوي. فإذا لو كانت الأمور أو الخلافات القانونية أو القضايا متعلقة بأمور أمور قانونية أو أمور قضائية، فهيكون عندنا كتير من الإيجابيات اللي ليها علاقة بانتصار أو الخروج من مأزق يا برج الجوزاء. فإذا إحنا عندنا في خروج من عدة أزمات متعلقة بخلافات، متعلقة بأمور قانونية أو قضائية. طيب برج الجوزاء كمان من ضمن الأمور الجيدة كتير في الشأن العاطفي، إن إحنا الوضع العاطفي بالنسبة لنا بيتحسن كتير من يوم 23 يونيو لإكتمالا بباقي الوقت، من أول دخول كوكب الزهرة أو خروج كوكب الزهرة من المنزل المعادي لينا اللي هو برج السور، فإذا هيكون عندنا حالة من التقدم والإيجابيات حقيقة الأمر. فإذا إحنا هيكون عندنا العديد من الأمور العاطفية المتحسنة، يعني بعض الاختلافات العاطفية اللي بيكون فيها نسبة جيدة، في تحسن، في أخبار سارة، في أقدر أقول كمان نسبة مواليد حلوة أو نسبة تعامل أو في فكرة اللي هو توافق مع بعض أكتر، يعني في نسبة توافق بتزداد أكثر. عشان كده احنا في اول شهر يونيو بنحذر من ان احنا يجب علينا ان احنا يبقى عندنا فكرة الصبر، يعني نصبر في ان احنا ما نعملش مشاكل، خلافات، امور جدلية، الى ان بس تيجي الفترة المرغوب فيها جدا انها تيجي بسرعة لبرج الجوزاء، ان هيحصل تحسن في الامور العاطفية. عندنا كمان هيكون في بدايات عديدة للوضع العاطفي، هيكون عندنا كتير من الاجواء المتحسنة اللي هيبقى فيها من انتقال من مرحلة لمرحلة، يعني من خطوبة لزواج، من زواج لمواليد. فإذا الوضع العاطفي بالنسبة لنا هيكون كتير رائع جدا، بس من أواخر شهر يونيو. وشهر أكتوبر بالنسبة لك أو بدايات أكتوبر هيبقى فيه كتير من الخطوبة، الزواج، نسب بالفعل في فرحة عاطفية، يعني في كتير نسب علاقات بتقوى أو بتزداد أكثر. طيب ده بالنسبة للوضع العاطفي. في الأمور الخاصة برضو بالعلاقات، سواء العلاقات العائلية والعلاقات الاجتماعية، هيكون بالفعل عندنا العديد من التحسن في العلاقات العائلية والاجتماعية، بس بالأخص احنا زي ما قلنا ان كوكب المشتري الموجود ببرج الحمل حاليا، فده بيأثر كتير على علاقاتك مع الأصدقاء وتوطيد علاقات مع الأصدقاء. وهنا الوضع الاجتماعي بالنسبة لك بيزداد قيمة كبيرة، في لقاءات أكثر، في ود أكثر، بتتعرف على شخصيات أكثر، بتبقى في حالة ترابط بتربطك ما بينك وما بين أشخاص يمكن يكون هم كانوا أصدقاء ولكن وليس بعلاقة متينة من قبل، أو أصدقاء جدد بيدخلوا في أمورك الحياتية. فإذا برج الجوزاء إحنا بالفعل عندنا تحسن في العلاقات بقدر كتير قوي برج الجوزاء. فإذا ده الأمور اللي ليها علاقة بالعلاقات الاجتماعية، وحتى كمان العلاقات العائلية هيحصل فيها تحسن، بس في نقطة مهمة كتير، وأنا بشوف إن النقطة دي تعتبر من الأمور الخاصة بأشياء سارة، لأن هيكون عندك اكتشاف لحقيقة الأشخاص. وانا بشوف كتير ان لما يكون عندنا ان احنا في شخص بنعرفه على حياته، سواء شخص سلبي او شخص ايجابي، فانا في كلتا الاحوال انا بقدر اني احدد اتعامل ازاي مع الامر او مع الموقف او مع الشخص. فاذا بالفعل انت هيكون عندك انك انت بتعرف حقيقة اشخاص يا برج الجوزاء، ومن هنا بتبدأ ان انت تعرف تحط خطة للتعامل مع هذا الشخص، او اني انا اتجنب التعامل معاه بشكل كتير كامل. طيب برج الجوزاء من أكثر الأمور المتعلقة برضو بالإيجابيات،
في عندنا اولا حاجه ليها علاقه بنسبه مواليد او حاجه متعلقه بالاولاد، في فرحه تخص اولادنا جدا او فرحه تخص مثلا حد من الاخوات بالنسبه لنا، فده هيكون شيء بيسعدك كتير. ليه علاقه ببدايه، يعني ممكن تكون مرحله دراسيه جديده لاحد الاولاد، او ممكن يكون زواج للاولاد، او بدايه استشفاء للاولاد اذا كان في مشكله او معاناه كذلك الامر او احد الاخوات، وده هيسبب لنا شيء صار او سعاده. اه بالفعل، فاذا برج الجوزاء ده هيبقى موجود كتير. من امتى او الفتره دي؟ فتره ايه؟ شهر سبتمبر، اخر سبتمبر واول اكتوبر كتير، الفتره اللي هيكون فيها الشمس ببرج الميزان، الفتره دي هيكون فيها تجدد حلو كتير. زائد بقى ان برج الجوزاء بالفعل يمتلك التغيير بشكل كتير حلو جدا في اموره الحياتيه، تغيير بيت، تغيير ستايل، تغيير في تغيير بيقيم بيه او بيعيش فيه برج الجوزاء، والتغيير ده هيعمل له إضافة نفسية هائلة جدا. خلينا نقف لحد هنا، لكن بالفعل احنا عندنا العديد والعديد من الأشياء السارة. بتمنى كتير لكم كل الخير كل السعادة. ما تنسوش اللايك وشير الاشتراك في قناة، تفعيل الجرس. سلام.